السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، مشاهدين قناة الواقع، نرحب بكم بفقرة جديدة من فقرات غدوة. ومعانا اليوم متسابقين، طبعا في برنامج سكريبت عشان ما ننسى، معانا المتسابقين اليوم أحمد الرحيم وعبد العزيز بظهير، والمتسابقين الثانيين الفريق الثاني ضاحي الشمري وعبد الله محمد. نرحب فيكم يا شباب. تقدر تخلي الان عندي فريقين، راح نعطيكم التقسيمه. احمد الرحيم وضاحي فريق، وعبد العزيز بظهير وعبد الله محمد فريق. تعال تمام، يلا تعال بدل معي، بدل معي، بنسوي لكم خلط. ابشر. إيه؟ ازهر ابشر، الله يسعدك ابو ظهير. انا ما يلا اول اكشن في حلقه اليوم. يلا ها احمد الرحيم وضاحي، يلا ما نغير. احمد رحيم وضاحي الشمري فريق واحد. يلا رحيم محمد، والله بسعدك. خليهم عادي، خلي الملاك عادي عشان اسود واحمر ما يجي. يلا تناغم، تناغم اليوم. يلا اوكي، تناغم تناغم. اوكي خليك عليك، الله يحييكم يا شباب. الله يحييك، وان شاء الله حلقه مميزه وفريده من نوعها، بما انه عم يقدمها الشيف اليوم باذن الله. اليوم عندنا ظاهر على الشاشة أرقام الاتصال، حناخذ ثلاث اتصالات وكل متصل يهدي 50 نقطة للمتسابق اللي بيحبه. اي نعم، أهلا وسهلا فيكم يا شباب، منورين. نحمي شوي بعد النوم، يلا نحمي مع بعض. رياضة 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 رياضة. أيوة حمي، أيوة أنتوا عم تحموا، أنا راح سجل ال يلا افتح المايكات، شيك على المايكات. أكلة اليوم طبعا أكلة سهلة جدا ومعروفة، كبسة، كبسة دجاج. حابين لكم على الطريقة ولا لا؟ عارفين. طيب حنقطع البصل، المكونات بنقول المكونات مع بعض: دجاج، رز بسمتي، صلصة طماطم، الطماطم، البصل، البهارات الصحيحة، البهارات الناعمة. اوكي منعيد المكونات: الدجاج، رز بسمتي، صلصة طماطم، بهارات صحيحة، الطماطم، البصل، بالإضافة للبهارات والزيت. تمام، راح نعطيكم طريقة. نقطع البصل الطماطم وننزل فيهم بقليل من الزيت، هنا نحمسهم، ونحمس الدجاج، نخلي الدجاج نص الدجاج ربعين. تمام ربعين، ونحمسهم بالخلطة هذه اللي حكينا عنها، البصل والطماطم، ونضيف الصلصة، صلصة الطماطم مع البهارات والبهارات الصحيحة، نحركها ونضيف لها المي ونتركها تغلي، تطبخ 20-25 دقيقة. انت هنا بيكون لك منقع الرز في البداية، نقع الرز عشان نغتنم الوقت. اليوم ما راح أعطيكم أكثر من 45 دقيقة، الدجاج صغير والرز سريع الاستواء. تمام، في سؤال في شيء؟ هذا الرز حتغسله هنا في القدر. تمام يعني كيف؟ انت ابد اللي تبي ابد ازهر. في سؤال في شيء؟ يعني نحمس الدجاج. تحمس الدجاج مع البصل والطماطم والبهارات الصحيحه والصلصه، بس يتغير لون الدجاج. طيب. تضيف المي وتتركه يغلي بالمي، وهو منقع الرز بعد طبخ 30 دقيقة تضيف الرز. خلاص هذه الكبسة. البهارات عندك، البهارات الكبسة المعروفة المطحونة، بالإضافة للبهارات الصحيحة. بس. خلاص اضبط الملح، اضبط البهارات. خلاص. بالتوفيق يا شباب، نشغل التايمر. ايه. وين التقطيع؟ وين دورت عليك؟ في سؤال من الآن يا شباب قبل ما يبدأ التايمر. السؤال بعشر نقاط خصم. من الآن عندك سؤال؟ لا 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 انت، انا تراني انسى. في سؤال؟ ربع قصدك يعني ثنتين جزئين. ايه ايه. يلا شغل التايمر، الشباب جاهزين وشكلهم معنوياتهم عالية. نعم نعم، معنوياتهم عالية. التايمر 45 دقيقة. يلا بدأت. نبدأ. شوف ابو علي الدراسة 45، ترى المفروض انه مسويها 35. وين والله؟ وين والله؟ افتح الخزانة هذه. ايش نفتح؟ الموين. نبدا. شوف الموين عطنا. نبدا يا شيف. لحظه، المي الحلو وين؟ هذا هنا الماي الحلو. نوصله. إيه؟ انا هذيك الاخيره اللي سحبتها. جاهزين يا شباب؟
اعطوني خبر اذا جاهزين عشان نبدا نشغل التايمر. جاهزين. اصبر اصبر اطرز. انا الطاس الطاس الطاس. اتوقع اني ما قصرت معكم، شرحت لكم صح؟ انا مضبوط. واعطيتكم وقت جيد انا ف تخبيص ما نبغى تخبيص يا شباب بالاكل. نبغى نذوق ونستمتع في التذوق. جاهزين؟ ثلاثة اثنين واحد ابدا. شغل التايمر، اشتغل التايمر يلا. شو عم تسووا من وقت اللي بديتوا للآن؟ شو سويتوا يا شباب؟ كل واحد يحكي لي. غسل الرز. ها؟ غسل الرز. ترى راح دقيقتين. إلا ما عليك زهرة. راح دقيقتين. أحمد. لبي. شو عم تسوي؟ احكي لي. قطع الطماط. أيوة. شلون طريقة التقطيع اللي عم تستخدمها؟ بسيطة. صغيرة خلص. قطع صغار. إيه. بالتوفيق يا أحمد. وياك. وعبد العزيز شو عم يسوي؟ شو يخلي فيه ماء؟ يسول عبد العزيز يسول يسول يحب السوالف اكثر من الطبخ. اسمع شيف انت جبت لنا خصم بس راعي سوالف. يا طول العمر تبغاني اطلعهم الفقره واخليك لحالك؟ والله اتمنى صراحه. شو رايك عبد العزيز؟ انا عبد العزيز عايم فيني انا. هلا عندك مطعم؟ انا؟ ابصرص صدقني خليك تقفل اخليك تعتزل. تعال بطل طلعك خلاص. اسمع عبد العزيز من قوة الإبداع ولا سوق الطبخ؟ من قوة الإبداع. بتقول أنا وين كنت في ضلال في السنين هذه اللي راحت؟ أيوة. وين عبد العزيز ما علمني؟ شكلي أنا هلا عم فكر آخذ عندك كورس. عبد الله شلونك؟ الله يبشرك. كيف الأوضاع؟ كويس الحمد لله. شو اللي عجبك في فقرة أمس؟ عجبني حضورك اول شيء. الله يبارك فيك. ثاني حاجه انا فزت امس وراح افوز اليوم. ترى انا ما بحب المجامله مقابل اني انا افوزك بالفقره اليوم. يعني لا تجاملني. احكي الصراحه وشوف شو الاخطاء. ها يقول لك فقره المطبخ مدين. مين عبد الله؟ عبد الله ترى محمد. يعني ما عليك مين؟ لا ما شاء الله عنه ما تخاف عليه. خل عندي زيت. جيب زيت. حط زيت وخليه يولع شوي شوي شوي. الشباب طبعا مثل ما كنتم شايفين شغالين على التقطيع والتحضير. لسه ما في اي فريق. هلا الفريق الثاني بدا يولع النار. ها فتح القدر هون حميل الشغل حمي. هلا يعني عم تولعوا النار مع بعض. ها والفريق الثاني ولع النار. وين في منافسة؟ في ندية أكيد. في غاز؟ شلون ما في غاز؟ إذا ما في غاز أنا بصير له غاز. ها؟ شوي بالله. يعني أنا أصير شيف ولا مقدم ولا ولع النار أنا ماني عارفان. كل الحق على عبد الله الفريدي. هيك يا عبد الله اتركي لحالي وتروح هيك فجأة. عبد الله يا لكن من هذا المنبر انا بحب اقول لك اني انا راح ارفع فيك تقرير الإدارة وسوي معك خير ان شاء الله. من يوم ورايح ما في مقدم غيري بالفقرة هون لا جميري ولا فريدي. يلا صراحة يا هلا بالشباب احسن منهم صراحة. ايه اكيد اقول اكيد احسن منهم. افوز ما انت فايزين. شو رايكم هلا انتم هيك عم تطبخوا تمتعونا بشيله حلوه؟
ساوي لنا جو حلو. عبد الله محمد عنده بشيلات واحمد الحي. انا وابو غيث نقولك شعر. اطربهم اطربهم يا ابو رحيم اطرب. يلا يا ابو رحيم. يلا ابو رحيم. يجي الحزن كذا. طبعا الان انا اوجه كلامي لسعود العتيبي، اوكي، وفقرة فوكس، اوكي. الان يا سعود نحن زملاء مهنه، يعني مثلي مثلك، ايوه. انتقاد ما انتقاد، الشيف عمل، الشيف قال، هي اترك لي اياها عجل الله يخلي لي اياك، ها؟ ايه. رتب لي وضعك وخلينا زملاء و سلام. يا هلا بالشباب والله. يا هلا. ما زالت حمسته، زالت طبخته. ايه. وانا قاعد اشم حمستك صراحه. بعد لي النايلون على الطماطم. صراحه ما اعرف اطبخ الا في الطماطم. وين يا ضاح؟ تبي نكشف يا شيف؟ بلغني. كلم دائما سكر. كلم الشباب ونطلع ان شاء الله. يا هلا بالشباب. من زانت حمستها؟ زانت كبستها. خربت طبختها. يا شباب ريحه كشنتكم مو بزينه لو سمحتوا. غيروها. ايه عبد الله كيف حالك؟ بشرك بعد راسك. اعطيني ابداع من عندك هيك انت عم تطبخ. يلا يلا شعر شيلة اللي بتحبه. يلا ابو رحيم عندك عندك الرجل طلب. اي بس لها لاح معي زين. يلا. القطع المواصل يا القريب البعيد من هو صرح لك تسلط علي هل مع قوة السلطان عبد الحميد هل معك صلجان الحاكم الفيصلي رحيم وكيف خليتني عقب الجماعة وحيد ايش فيهم ذول؟ انا مغروض مغروض اني ما اشيل معي يا شيف انا حبيبي يلا بما اني عاد بعطيك ابشر الحين شو رايكم ناخذ اول اتصال يا شباب عشان يجيكم الخير من نقاط يلا نشوف اول 50 راح تروح لمين تفضل ناخذ اول اتصال الو مرحبا السلام عليكم وعليكم السلام ألو. ورحمه الله ابي اهدي نقطه لعبد الله محمد تفضلي اهدي تفضلي اهلا وسهلا بعد المعلومه الله يخليك اذا في معلومه اعطينا اياها اتمنى انه ما يغيب عن البث ونقطه لعبد الله الدوسري هذه توصيه اوكي توصيه مقبوله اعطينا المعلومه تفيد الناس تفيد المجتمع ما عندي أي معلومة ما في أي معلومة معناها سقطت الخمسين أهلا وسهلا فيك أو أعطينا معلومة أي معلومة ما في مشكلة أي معلومة عشرة تسعة ثمانية سبعة ستة ما عندي أربعة الله يعطيك العافية أهلا وسهلا للأسف راحت عليك يا عبد الله إجت الخمسين وراحت يلا خير بغيره إن شاء الله وين وصلنا؟ والله الشباب ماشيين 200 بصراحة. مول إيه والله الحماس جدا عاجبني بالطبخ. شيف. المنافسة واضحة والسرعة ما شاء الله. حتى لو تشموا الريحة اللي عم تطلع ما شاء الله. لا 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 راحت علي. اليوم حتعب في التقييم والله شكلي أنا اليوم. شيف علي. راحت علي. استلموا. راحت عليك 50 لأنه ما أعطتنا معلومة. عرفت كيف؟ إن شاء الله بيجيك اتصال تاني إن شاء الله. اي بيض الله وجهها والله اني صادق اللي كلام هي بنت ولا ولد بيض الله وجهها يا شباب مسح 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 يا جماعه بالنسبه للاتصالات معلش اي اتصال بده يجينا حضروا المعلومه وحضروا التوصيه عشان السرعه وبنفس الوقت يستفيد المتسابق من الخمسين نقطه سمعني صوتك يا أحمد يلا يا حبيب ما يجي وين عني قاطع لمواصلة ليه ما يرحم حبينا
والغلا ما فيها بد حيلة. ارجع ارجع والفرح حينا يوم تاتي لمراسيلة. زين طار الحب يا زينة يا يجيني يا نجيلة. لب قلبة لب عينة لو تزين وبس يا صوتك حلو بس ليش عم تطلع من الكاميرا؟ ليش ما بتطلع فينا؟ الحساب ما عاجبينك يعني احنا؟ لا يا حبيبي اهديه الحين ابشر بس عندي ال انت ما وصوك انه اذا طلعت بالكاميرا عليك خصم؟ ما لك خبر؟ انا اضر الشاشه والله. الشاشه هي الكاميرا؟ لا لا يقولون الكاميرا يا انا عاد العيد عندي الشاشه ايش فوقها؟ انا ان شاء الله اليوم شلت والله انا عيني طيب خلاص انا حاتوسط لك وشلك الخصم بس بشرط سم بدك تسمعني يا رفيق العمر والدرب. الله يلا بابا حيف مش كمان بحفظه بس ابشر يلا اللي الله بعينك عليه حفظه يا ضاحي ضاحي ولا خاطري اذا اروح اذا بدك يلا خاطري اذا اروح ايه خاطري داروه يا اللي تدارون اليتيم وانبكت عيني من الدمع لا تنهونها يا عرب تكفون من كان له قلب الرحيم كل نفس صابها الحزن لا تنهونها كل نفس صابها الحزن لا تنهونها ما في خصم ان شاء الله يا ليتك مطلع الكاميرا الحين ما طالع عشان اتوسط لك ثاني مره وتسمعني شيء ثاني حبيبي ايه شباب شو عم تسوين وين وصلت؟ قل لي شو سويت هيك المراحل بسرعة؟ حمست حطيت الدجاج حطيت ايه؟ البهارات ايه؟ حطيت القرفة والليمون بقعد احط البهارات الحين وبحط الموية وخلاص تمام الأمور مستدبة إن شاء الله إن شاء الله السيطرة تحت الأمور و لا لا تحت الأمور أفكر بالمعنى أصبر أصبر شوية هذه معنى شو؟ هذا يتلقف لا يا أنا ما سويت شيء هذا ما تقرب صوبه هذا ما أيوة كله مرصود في الكاميرات كله ملقوط ابدا احمد قلب 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 ضاحي كيف الوضع؟ الوضع 100% ما شاء الله نسبة التركيز عندك عالية اشوفها ايه ايه ما عليك ما شاء الله يعني بدنا ناكل الكبسة اليوم من الاخر اليوم انتهى اليوم هذول يبون يخسرون ما يحتاج عبد العزيز وش تبي؟ كيف حالك؟ سمعنا شيء سمعك ايش؟ على ذوقك تبون قرآن؟ يا سلام فيكم احد في جني ولا شيء ليش القران ما بنقرا غير الجني يعني لا يمكن يجي تداخل شيء لا سمعنا خلينا طيب اسمعك ايش اسمعك يقول هذه قصيده اذا حبيت قصيده شيله اي حاجه شوف على كيف شاعر سلطان بن عباس اتوقع كان يقول ايش يقول لهم يقول كانوا لي اقرب من مرالي والحين انت بعرفها كان يقول تساقطوا ربعي على واحد اثنين راحوا وخلوني وحيد لحالي كانوا لي اقرب من ظلالي والحين راحوا زين انه بقالي ظلالي صح بدنك ها؟ بعد زيادة تبي داهم وأنا أقول يا شيخ هات أقول من يرضي أمه وأبوه الله يرضى عليه عليه منه تشوفها مقصر يا حبيب امنعه امنعه لا تنشغل أسنافي في كلام السفيه من يشتريك اشتره واللي يبيعك بعه يا طيب القلب لا يخدعك ضحك الوجيه يا كم طيب فعل ضحك الوجيه يخدع صح لسانك صح بدنك يا شيخنا يا شيخنا يا شيخنا تاجن على روسنا تاجن على روسنا كمل عبد الله
نجيتنا اهلا هلا نجيتنا ها اصبر خليني قاعد اقرص لا 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 خلي خلي يمدح هذا فيه عدل عمر وحكمه ابو بكر ان شاء الله وانت منصف وانت رجل طيب شوف النظافه شوف اللباقه شوف شوف المحترمين اكيد اكيد محترمين ما راح تفوز غير الطبخه الطيبه اي نعم ولو الدجاج بيتكلم قال انا والله لازم تمدحني من هون لبكره الصبح عبد الله لا طول عليها هذا اخر شيء احمد احمد اخر شيء الشيخ ابو علي سام ترفعه وترفع النار تدلل شيء ارفع لك النار للاخير يلا بين ما ارفع لك النار سمعنا شيء اوكي سمعك إذا ما عندك مانع أبشر على خاشم أنا الليلة يا غايب أنا الليلة يا غايب فوق صدري حزن ما أدري شوق من البارح وأنا أحس ملل والقلب في حيرة بغيت النوم قال النوم لا والله علي مرفوق ما ترقد لنيات الصبح وتغرد عصافيرة سلامتكم صح لسانك صح صوتك الله يعطيك العافية صح الدنيا يا بعد راسي ناخذ اول اتصال معنا يعتبر هذا ثاني اتصال لكن الاول ما صار فيه نصيب انه المتسابق يحصل على 50 نقطه ويا ليت صاحب الاتصال الثاني يجهز لي معلومته ونصيحته الو مرحبا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله تفضل يعطينا النصيحه والمعلومه مين معنا معكم محمد من الكويت والنعم يا هلا بأم حمد الله يحيي أهل الكويت جميعا حياك الله نتشرف والله تفضلي النصيحة أيوة نتكلم اليوم عن اليوم ليلة جمعة نعم فالإنسان يكثر من صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلي على سيدنا محمد صلوا على النبي يا شباب أكيد نعم نعم ومن النصائح الشباب يحرصون على الظهور في البث يعني ما يخلون البث فاضي يعني قصدك لا يناموا ولا يغيبوا كثير عن البث اي نعم ويحافظون على الصلوات شكرا لك على النصيحة وعلى المعلومة الخمسين لمين تهديها والله ودنا كل الشباب ياخذون الخمسين طيب دقيقة علشان كده نبغى نوترهم شوي اي نعم أعطينا صوت القلوب شوي لو سمحت يا أحمد لمين تتوقعوا الخمسين يا شباب توقع الخمسين لك ولا واحد يستاهل كلكم يستاهل أنت شو عم تعمل هون وأنا صرت شوف تعال هون مشان تحصل على الخمسين على الأقل خذوها خذوها من عندنا شوف هلا بتروح عليك الخمسين وأنت وأنا عم تشغل حالك في الكفوف طيب متصلت كريمة الخمسين لمين تهديها للاستاذ عبد العزيز عبد العزيز والله يعطيك مبروك يا عبد العزيز ان شاء الله يخلف عليك كان غايب عن الصوره لكن اخذ الخمسين الف مبروك عبد العزيز وشكرا لاتصالك اهلا وسهلا فيك انت يا محمد لا انت الف مبروك يستاهل عبد العزيز سهل الطيب كيف ايه في طلب من المخرج ايه بده يعني انا انشد الله يعينكم يلا الله يعينكم على الصوت هنا ساسكت قليلا هنا سوف اسكت قليلا فرصتكم وانا انتم تركزوا وانا اسمعكم يلا يا طير وين مروح لا
نحو المدينة ساري يطير وين مروح نحو المدينة ساري بالله بلغ سلامي لكامل الأنوار بالله بلغ سلامي لكامل الأنوار يطير وين مروح نحو المدينة ساري بالله بلغ سلامي لكامل الأنوار متى وصلت الحيمة سلم عبا فاطيمة متى وصلت الحيمة سلم عبا فاطيمة قل له محبك أيمن عوقته لك داري يا طير وين مروح نحو المدينة ساري بالله بلغ سلامي لكامل الأنوار الله الله يعطيك العافية يا شيخ أنا لو منشد اعتزلت بعدك بيض الله وجهك فيها أنا لو منشد اعتزلت بعدك لو في حدا محييني مظبوط كنت حاعطيه درجات بس يلا كلميني راحت عليك وخلص والله يا شيخ أحزنتنا صراحة أحمد لبيح يا شباب راح 20 دقيقة وباقي 25 دقيقة ازعل بو ما في تمديد بالوقت يا شباب ها عشان تغتنموا الوقت ونكون واضحين بنفس الوقت احمد سمعنا بس وينه هي اللي قبل شوي بس وينه قبل شوي شلتها اي عليها طلب سمعنا اياها نعيدها مره ثانيه او اعطينا واحده غيرها هي اول واحده جبتها يا دقيقه شوي لبيه في طلب من الجمهور سم دام مالي معك امان ليش عاتب ليه ابوح الله هذه طبعا من احد اعمالي يعني سمعنا ما نفع معك الوفاء ومعك ما تنفع عفا ما تعرف إلا الجفا دايم بوصلك شحوح ليه ما عندك ضمير تجرح القلب ضرير لا 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 إيه لا متى تجرحنا معك ما ذقت الهنا تايه بدرب العنا لا متى قلبي ينوح تي لا 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 مشكلة كلمات أعطينا غيرها إيش يقول بقى ضيعت لي إياها كلها والله العظيم أنا مشكلتي في علاج للذاكرة أنا أنسى أنت مثلي والله العظيم أنسى تنسى كثير ها تذكر لي واحدة حافظها كلها يلا يقول كاو يقول لازم يكون على راسي يقول سعود والله لو ادري انه العلاج لك في صراحه ما احفظ فتبي شيء يعني ايه قول يا ابو علي صار لنا من مرني ابو علي عطنا كلماته يا سعود كلمات يا ابو علي يا ابو علي صار لي من عقبه بجيب من راسي ها حافظها قول يلا شيلوا معي يا شباب إيه قالوا على كل ما حال طاري تنسى البشر حولك وتذكر خياله قلت انشدوا قلب اللي يا غاب يرجي قلب بعد فرقاه يا عزتي لا قلت انشدوا قلب اللي يا غاب يرجي قلب بعد فرقاه يا عزتي لا قلب بعد فرقاه يا عزتي لا الطبخة إن شاء الله ما تفوزون علينا صح بوحك حابب لكم أنا أنه راح 25 دقيقة وباقي 20 يعني الخمس دقائق راحت اللي قلنا عليها مشواي باقي 20 دقيقة
عبد العزيز ابو ظهير. رساله من الجمهور تقول انه في بحه بصوتك جميله ولازم تشتغل عليها عشان تنافس كل المنشدين باذن الله. شو رايك بالكلام هذا؟ تعدى والله عاد عم يقولوا في بحه بصوتك جميله كثير لازم تشتغل عليها. يعني انت لو تشتغل عليها حتنافس كل انا صراحه عندي اعمال فنيه وحتنافس الشيف شخصيا ولكن انا ما احب اظهرها ما احب اطلع على الجمهور. طب ايش السبب؟ دي سبب مقنع ليش؟ السبب لازم اطلع مع سعود الجوزة. ايوه لانه قبل ما ادخل برنامج قال لا تشيل اي شيله عشان ما تطيح سوقي. يعني هو محتكر عش... إيه لا هو يقول عشان محتكرك ما... هو احتكار هذا لا لا هو طلب ورحمته والله. ايوه ما عنده غير الموهبه شيء. يلا سمعنا هذا نشوف. لا تضغط علي. موافق هو يلا. لا تخلي شيء يطلع. يا سعود يا اخي اذا تبي نعطيك قال الله يا سعود قال الله اخليك تدق علي تقول يا ابو ظهير ابي اطلع معك انشد. نشكر الجماهير الحاضرين معنا لكن نتمنى منهم انه يلتزموا الهدوء قليلا عشان ما يصير في تشويش على الشبكه. يا شيخ تفضل. المساحه اليوم حصريا للي موجودين بالمطبخ. والله يا شيخ هذولي هذولي عيوننا ونحترمهم ونقدرهم احنا نحترمهم بس ما يسوونا ايش؟ انا خابر يا شيخ لخبطه بال هذولي مو بحب الا انا جو هنا، هذولي بس يبون الغداء ويبون يتغدون بس حقهم حق هذا ابسط حقوقهم انه ياكلوا لقمه طيبه. ما جو من غلا حتى انا ابو جابر حتى انا ما تحبني؟ عيني جويع فابشر بسعدك يا ابو جابر. يلا عبد العزيز ابشر لبيك. يلا عبد العزيز جر الصوت. شو جر الصوت؟ والله ما ادري انا الريجين. يا كحيل الرنا ما ذا الورش ما نقش ما نقش ايش؟ ايش؟ من نقش بالذهب خدك وراش يا كحيل الرنا ما ذا الورش من نقش بالذهب خدك وراش. طيب اعطيك واحده ثانيه. انت بدال لقى غيري وبلقى بداله. لا والله مو صعبه. انت بدال لقى غيري وبلقى بداله عزة النفس لو قلبي عليهم حروقي أتصور طوال الليل صورة خياله واذكر اسمه وانادي كل ما صحى واروق. شوف يا شيف انك تفاجئني كذا ما اقدر. انت واضح اني مرتبك. جمهور معه حق. الله يرضى. في عندك شيء وانت مخبيه. على العموم عندي طلب. ابشر. رساله من الجمهور طبعا. يا ريت توصف لنا نفسك بكلمه واحده. الذيب. كفو. الذيب. نعم كفو كفو. كيف؟ كيف؟ والله لا ضبطك في الكبسه. ضحي اشوفك هادي ومركز. اشوفك إيه؟ هادي ومركز. إيه احنا يعني. تكتيك هذا تكتيك عشان ما يكشفون وش احنا نسوي. سمعنا حاجه منك هيك على زوقك. ابشر. الله يبشرك بالخير. يقول خاطري ما هو طايب من حبيب صد عني. عني. صد عني والله اني ما قدرت اصد عنه حاليا اللي مرهق وتعبان من زودة تفني والشق انه ميزته بالبعد والهجران فنه وايش اسوي دام قلبه ما يروفه ولا يحني وان تركته نص ساعة صار قلبي فيه حنه ضايق من صغر سني والبلا في صغر سني من وليف المد دونه واشهد ان الموت سنه اتعبر واتنهد سني المجنون سني قلبي فيه حرب وفيه نار وفيه كن.
شكرا شكرا. صح لسانك. وين مخبي الابداع؟ ليش ساكن؟ اعطينا طلع. ازهلك ازهلك. بالنسبه للكوبونات، بالنسبه للجمهور، الكوبونات اللي على الهاشتاج طبعا بحكم انه انا جوالي طافي شحن تحولت للاعداد، وان شاء الله راح يرتبوا موضوع الكوبونات. ناخذ ثاني اتصال معنا ونقول الو. الو الو، مين معنا؟ الله يحييك. الله يحييكم، يا هلا فيك. معكم عبد الله حفر الباطن. والنعم، يا حي الله، يا هلا يا هلا ام عبد الله. الله يحييك. اهلا وسهلا باهل الحفر. اللي انا اطلب للشباب يا ليت يسوون حلقه قران يخصصوها ما بعد الفجر، لو ساعه او 10 دقائق، يستفيدوا هم ويستفيد المشاهدين. هذه توصيل الشباب انه يكون في حلقه. اي نعم اي نعم اي نعم. اي والله هذه المعلومه يا عبد الله. والمعلومه ان حجم قلب اي انسان يساوي حجم قلبه في يده. الو، حجم اي ايش؟ حجم قلب اي انسان. نعم. يساوي حجم قبضة اليد إذا سكر يدك. أيوة، قبضة اليد يساوي حجم قبضة اليد. الله يجزاك خير يا أم عبد الله، وأهلا وسهلا فيك. الله. شكرا لاتصالك. بالنسبة لخمسين نقطة لمين؟ والله كلهم عندي تسواتي، بس لضاحي لأنه أول مرة يدخل المطبخ. ضاحي مبروك مبروك يا ضاحي، يستاهل يستاهل. الله يعزك. الله يجزاك خير يا أم عبد الله، أهلا وسهلا فيك. شكرا شكرا على اتصالك. اتوقع انه يمكن، اتوقع انه باقي 10 دقائق، اتوقع كذا. المفروض يا شيف ضروري انك توزن، باقي ربع ساعه، ضروري انك تضبط نسبه المي على الرز عشان ما يطلع الرز مخبوص. بنفس الوقت اذا اصل المي بده يطلع ايش، حب ما مستوي، والشباب منتظرينك بدهم ياكلوا جوعانين. حطوا لي الهاشتاج لو سمحتوا الاعداد. طبعا اليوم سكريبت 18 الهاشتاج. شوف المفروض تتعاطف مع اللي تعبان. انا مثلي تعبان الحين، مفروض انك انت راعي ذا الشيء. انا متعود اني اتعاطف مع الاكل الطيب واللي ريحته طيبه. والله تعبان وشكله طيب، وجهي بين تعبان، واللي مكان طبخه نظيف. هو كل شيء بيصير هيك. انا بتعاطف، شوف مجهز الجدول، وجه تعبان، جسمي تعبان، السرعه، الشكل، النظافه، الطعم. هذا ما تبي صح؟ تفرغ غذاء من زوز الى عبد العزيز 50 نقطه. مبروك يا عبد العزيز، الله يبيض وجهها. شكرا يا زوز. ناخذ تغريده ثانيه من الهاشتاج. الهاشتاج سكريب 18. من شوش العتيبي إلى أحمد رحيم 50 نقطة. الله يعطيك العافية. ها صفقوا يا ولد. ما راح صفق. لا عندي لا عندي. يا النظافة 25 نقطة. السرعة 25. الشكل، شكل الطبق النهائي 25. الطعم 25. حاول تكتسب الأربع بنود عشان تحصل على 100%. خليك تقول أبيهم كل يوم. طبعا أنت مجرد ما تطفي النار وتقلي أنا جاهز الأكلة كسبت الوقت. كسبت الوقت ومكانك نظيف. حلو. خد هذا مدمور من قبل. في توصية من الجمهور لأحمد رحيم انه ينتبه على نفسه يتواجد على البث. اوكي، انصح من بدري.
صحيح؟ أمس من بدري موجود من العصر. ليش الجمهور عم يوصيك تتواجد؟ ودوا مني دائم على الكاميرا يعني. إيه دائم أنت خلص أوكي دائم إن شاء الله. سلم إبراهيم. ها تسمعنا حاجة باللهجة المصرية. طلب من المخرج شريف. وش أمر؟ تسمعوا شغلة باللهجة المصرية. شنو علموني؟ تكفي حاجة طب يا حبيبي عينك ليه ما بتقف عيني بس إيه يا حبيبي حاجة ما تصعبها شي علي أنا مصمم مش ماشي قبل ما تتكلم مش حسيبك تتندم من راسي والله يجعلني حبيبك تنشبني والله لنشبلك دامك بخير المصريين المصريين ما بيقولوا انشبلك يا شيبنا شو يقول هذه لك غير الثقل والعقل والزين والعين اسلوبك اللي ياخذ العقل اخذني مثلك على ما كثر الله من الزين ما شافت عيوني ولا سمعت اذني الله عليك انت الفايز اليوم اوه لعبت في نفسيتي في طلب في طلب الدجاجه تعبت بدي اياك تقول شغله يا طيور الجنه شو ده الطيور الجنه ماشي قبل ما عادي طبيعي بس انا عم بزعلك يا بابا اسناني مو ناخذ من الهاشتاج ناخذ من الهاشتاج يا سلام من الجوهرة إلى أحمد رحيم 50 نقطة أنت استاهل لا أنت لا أنت لا لا بفوز يعني مفروض الناس تفهم من الكبسة بعد ترى ما تدري ما تدري ما تدري من قدامك يا شباب نصيحة المفروض أنا ما أعلمكم بس نصيحة يعني بالنسبة للكبسة نجاح الرز في كتم الرز ما تظل تفتح وتسكر تفتح وتسكر شلون بده يستوي الرز ها معنا اتصال ألو 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 هلا مرحبا تفضلي أيوة أهلين أهلين سهلا تفضلي مين معي معكم مي العتيبي والنعم تفضلي أعطينا النصيحة وال النصيحة لأحمد الخيم حافظ على صلاتك أما المعلومة كثروا من شرب الماء لأنها تخفف الصداع كثرت إي كثرت الماء تخفف الصداع وتساعد على الهضم كثر شربت شرب الماء بيخفف الصداع ايوه ويخفض من المعده نعم نعم الله يجزاك خير الله يعطيك العافيه 50 نقطه لمن تعطيها اكيد نعطيها لولد العم احمد الرحيم احمد الرحيم ها انت يستاهل يستاهل والله وجد شكرا على اتصالك اهلا وسهلا وجد الصداع معكم ماي اعطوني ماي يا شباب انت مصدع والله حتى جمهور يعني حتى جمهور ما نصدع حتى جمهور انا مصدع صراحه من ريحه الكبسه اللي عندهم يا شيخ والله ريحته والله ما ادري هم مزودين البهارات يمكن تقول ريحه الكبسه حقتها شفت يا احمد شفت ان نقول لك انك صداع حتى جمهورك ينصحك مورا تريلاكس لا يقول راسك يعني تصدع وزي كذا فهمت علي انا دائما اصدع عارف عارف النوم تلخبط عندي المعلومة صحيحة طبعا حقت شرب الماي بتروح الصداع جوجل كنترول قال لك صحيحة اعتمدها يا اخي ايه هاي بعد حس اذا كان امامي كان امامي يقال انها بسبة الماء الخلف يتوقع الضغط المنتصف قل النوم المجزأة معناها بدنا قسم عصائر ومياه اوكي وين وصلتوا؟ معاكم 6 دقائق شيف يا شباب 6 دقائق وبينتهي الوقت 6 دقائق
هذا صراحة النظافة عند الفريقين تلفت النظر. النظافة توب ما شاء الله. أهم حاجة طعم الأكلة وشكله. الشكل رقم واحد، الطعم رقم اثنين. أول شيء الواحد يطلع على شكل الأكلة بعدين بيأكل. طيب لو سمحتوا يا أعداد تسحبوني من الهاشتاج. شو القصة يا أحمد رحيم ما شاء الله عنك، من ريم إلى أحمد رحيم 50 نقطة. لا أنت ريم ما شاء الله، كاسح الوضع اليوم نجم عليك. والله أن أخواني كلهم نجوم لكن عادها يستر على الله، بس تزبط الأكلة وتكسب النقاط. شو درجة السواء قبل لا تنزل؟ طبخة أحمد رحيم الآن على الهواء والماء قاعد يبقبق فيها. لا العب بالموجود. لا لا أيوة سعود الوقت المتبقي هو 4 دقائق. الشباب ما شاء الله بدأوا يغرفوا. والشباب الجالسين زاد جوعون. أعطونا نسحب تغريدة من الهاشتاج. وخمسين نقطة إلى عبد العزيز أبو ظهير. من مين؟ الحمد لله. من من؟ طبعا الحساب عليه نقاط ونجمة، جاك منه الحساب 50 نقطة. مبروك. الله يبارك لي حساب عليه نقاط ونجمة. وين روحت الماي؟ الماي كيف تخلصت منها؟ طاحت تبخرت معها. طاحت فنان فنان. لا يا بعد حي. الو باقي دقيقة ونص. دقيقة ونص باقي يا شباب. ضاحي بدنا نسمع منك شيء اذا خلصت. ابشر ابشر. طول ما انك شغال هنا بالاكل انت ما خلصت.
إذا ما رفعت لي إيدك وتقول لي خلاص ما بسجل لك الوقت. خلصنا خلصنا يا شيف. حنا خلصنا. خلصنا 30 ثانية. خمسة وعشرين. خمسة عشر ثانية. عشرة. تسعة. أربعة ثلاثة اثنين واحد. كله يرفع إيده. خلاص انتهى الوقت. الله يعطيكم العافية. بدي اسحب من الهاشتاج اخر تغريده معنا. خلاص لا تمد ايدك على اكيد. من ميلا الى احمد رحيم 50 نقطه. ما شاء الله يا احمد ما شاء الله. الله يعطيهم العافيه ما قصروا صراحه. نطلع فاصل الآن وبعدها نقيم. يلا راح نطلع فاصل ونقيم. ويل للعرب من شر قد اقترب. Yeah.
جاب كافي، جيناكم في الرياض حي الندوة وبقائمة من أفضل أنواع القهوة، حيث يمكنك الاستمتاع بتناول قهوتك المفضلة بمذاق لا يقاوم. بالإضافة إلى ذلك يقدم الكافي مجموعة من أطباق الحلويات اللذيذة والمتنوعة وجميع أنواع المشروبات الأخرى الباردة والساخنة. ننصحك بتجربته والاستمتاع بهدوء المكان وخدمته المميزة. ولا تنسوا الفضل بينكم. وقف اليتيم بمكة التابع لجمعية الأيتام برفحة يدعوكم إلى أن تكونوا عونا لهؤلاء الأيتام، أن تكونوا ممن تظلوهم تحت ظل صدقتكم. هذا الوقف الذي هو ب300 ريال فقط يكون نهر من الحسنات يجري عليك في الدنيا والآخرة. نعم، إن الوقف هو نهر من الحسنات، فلا تبخلوا على أنفسكم. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق. اللهم أعن كل من أعان هؤلاء الأيتام وكن عونا لهم، إنك على ذلك قدير. وبالإجابة الجدير، وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك. السلام عليكم. للمساهمة في وقف اليتيم بمكة من خلال متجر جمعية رعاية الأيتام برفحة، ادخل على رابط المتجر، بعدها اختر باقة تبرعك. عنك ب300 ريال، عن والديك ب600 ريال، عن أسرتك ب900 ريال، أو اكفل مترا مربعا ب3000 ريال، أو اكفل بناء شقة كاملة ب300000 ريال، أو اختر أي مبلغ تريد المساهمة به من خانة التبرع السريع. اختر طريقة الدفع المناسبة لك، يا أما أبل باي أو بطاقة بنكية، ثم أدخل رقم جوالك وأكمل التبرع عبر أحد الطرق التي تناسبك ليتم الخير بنجاح وتصير كافي للأيتام لمدى الحياة. وتقدر كمان أنك تهدي تبرعك لمن تحب من خلال الضغط على خانة إهداء المشروع، وهديتك توصل لمن تحب في الوقت اللي تحب. والسلام عليكم. الرسول اللهم صلي وسلم عليه يقدم لك دعوة، ودعوة لك في الجنة، مصداقا لحديث الرسول اللهم صلي وسلم عليه يقول بما معناه: أنا وكاف اليتيم كهاتين في الجنة. فالرسول يقول لك: خلك معي في الجنة كهاتين ب300 ريال، أن تكفل يتيما حتى قيام الساعة، لا هي شهر ولا هي سنة ولا سنتين ولا 100 سنة، حتى قيام الساعة. وأجر هاليتيم في كفالته لك، وين هالكفالة؟ في مكة المكرمة. فلا تبخل على نفسك ولب دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. جاب كافي، جيناكم في الرياض حي الندوة وبقائمة من أفضل أنواع القهوة، حيث يمكنك الاستمتاع بتناول قهوتك المفضلة بمذاق لا يقاوم. بالإضافة إلى ذلك يقدم الكافي مجموعة من أطباق الحلويات اللذيذة والمتنوعة وجميع أنواع المشروبات الأخرى الباردة والساخنة. ننصحك بتجربته والاستمتاع بهدوء المكان وخدمته المميزة. السلام عليكم. للمساهمة في وقف اليتيم بمكة التابع لجمعية رعاية الأيتام برفحة عبر مباشر الراجحي، ادخل لتطبيق مصرف الراجحي واضغط تحويل، ثم تحويل لجمعية خيرية، اختر جمعيات رعاية الأيتام والخدمات الصحية، اكتب في خانة البحث جمعية رعاية الأيتام برفحة، اختر حساب وقف اليتيم، أضف المبلغ الذي تريد المشاركة به، ثم اضغط تأكيد. ستصلك رسالة تأكيد على جوالك، أدخل رقم ليتم الخير بنجاح. أشعرنا برسالة عبر الواتس.
ولا تنسى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسم المضيف مرحبا بالضيف في شاشة الواقع وفي مجلسها، للضيف كيف وللمشاهد كيف، بريت مني وحامسها. ضيوف المضيف غير، انتظرونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نعود إليكم من جديد مع المتسابقين عبد الله وعبد العزيز، والفريق الثاني ضاحي وأحمد. طبعا أنا تزوقت الكبسة من هذا الطرف وتزوقت الكبسة من هذا الطرف، والآن راح أعلن عن النتيجة. طبعا أنا هون حطيت نسب من العلامات أو من الدرجات على كل بند، اللي هو السرعة والشكل والنظافة والطعم. راح ناخذ القرعة قبل ما نقول النتيجة. القرعة بالنسبة ليوم السبت الجاي إن شاء الله، الله أحيانا. مين راح يكون معنا يوم السبت إن شاء الله؟ مين تتوقعوا بيفوز هلا؟ شتان. مفروض ما تسأل هذي. أنا مفروض ما أسأل؟ لأنك عارف. لا أنا عم بسأل توقعكم أنتوا. يلا نأخذ القرعة. ستوب. حمد المري. ستوب. نايف الحزيمي. حمد ونايف. ستوب. عبد الله شلهيب. ستوب. عبد الله شلهيب ثاني مرة. نعيد. ريان العمري. إذن حمد ونايف فريق، وعبد الله وريان فريق ثاني يوم السبت إن شاء الله، الله أحيانا. قلتوا لي مين تتوقعوا اللي بده يفوز؟ مين واثق من نفسه أكثر؟ شوف ها. الطعم هنا صراحة أنا بأتكلم جد يعني صراحة. يمكن أنت ذقت هنا يعني؟ لا لا ما ذقنا، بس واضح المال واضح شكلها، بس بدون طعم اتوقع. بدون طعم يا شيف ابو احمد، مع احترامي لك، شوف كبسات ناي طول العمر الصحة ما عاد في شيء، شوف كبستهم ما حد لمسها ولا حد كلامه. شوف سعود خلاله جفت من عندنا حلفنا ما حد. شوف سعود، شوف سعود، سعود ما كان على العموم. على العموم انت عبد الله ها بعد، بس عندنا يمكن تاخرنا شوي في تاخير. على العموم انا راح اتكلم الصراحه، احنا ما راح نكثر الكلام. احنا الصراحه انه تنتين ما مستويات بالنسبه للرز، التنتين الرز ما مستوي.
لكن في وحدة أرحم من الثانية. أوكي. وفي فريق يعني حصل. المهم أبارك لعبد الله أو لعبد العزيز وعبد الله. ألف مبروك. ألف مبروك. رز كون الرز ما مستوي. قلت لك مقاطك تذهب سداء. قلت لك والله اني لحقت لك يا ابو هيك. تفضلوا كلوا. انا بحيي الجمهور بنهايه الفقره بحييكم وبقول لكم السلام عليكم وبهيك لا تاخذونا ومشكورين يا شباب. السلام عليكم.